السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درس جينا حلو حا كشرتي المها يرجعت الله حكومة ينو مسلم يهي ورما الله حكومة يقول كتابكو أيه مركل بدي سوالين من مسلمي هوية أبوك دون يا نغلي طيب كو مركة مركة دار الإسلام لقاها له ما الأحكام تا إسلام كو كم وقت أما دار كفر وشوقق في مسلمي نصب يعيدوا الدون ويهينا لقرانين تصدحات marka qof muslim soo qabsado iyadoo aan la socon labadiisii waalid day la socdaan iyagu la xukum noqonaya day gaalayeen isna gaalima lagu xukumayaa hadaba halka misal ayaa ku jirta misaladaas waxay tahay hal yasuxu islaamu sabi mid yar waalidka ay gaalayeen oo aan qaan gaarin baa inoo yimi wuxuu waan islaamayaa shahaaday qabta سلام نمدي سمان صحي سا جواب توا مايا ما صحي سا سلام نمدي سو وانا سيدا ونسقرية الامام الشافعي سعد وشاق كتاب كتبتي سجديد كاي قديم كبا يعني والد كي هدي الله صعدان اي سلامان لسين الشاقان يقول حكم نقنية لكن لا يصح اسلام السبي استقلالا المير او اسكما دح بنان وان قان قارن اولا مسلم بان نقول يا شهادة اي قبط ما صحيح وهي لان النطق وان كان خبر فغير مقبول مركون الاسلام لماذا كل واقع يقول لي اشهد ان لا اله الا واشهد ان محمد رسول الله هذين ورك دقنو دي المها ير وركي سمي الله اقبل ما هذين وانشاء كدقنانا يعني هشيس وقل يوكله دفع عقده باطل الماء ير هشيس يدي سمان صحان مركا هيسك السوغو إلا وقان قاري أي نقون إساء حتى دو يامد قرات صدي والماء يردق قال لمدي سمان صحان وما قالوا بكرا دولا الدين تنكبح بقول شارع وقال لما وصميه لا يكفر ما قالوا بيه طلاقي سي فرنين كي سنة مدعو دو حرية دو حيبية وحاصر دمي كمان صحان كاد اسلام نمدر وكوي انتا وحاصر دم يدونا كان صحيح ميسو هل اشكال بامركا تشيروح الى اورانكرا صوت كتبتا سيرادا اي تاريخ دا كتا الله أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب وها وفكيوه الرياء إسلامي أبد كام عروت يركم إذا علي بوها حتى لقى جوابي علي بن إسلام نمدي سويوان صحر أهل العلم قول هذين وجوابه هذا كم إذا إنه قان قاعد هابا دعي كرت وحدين إنه قان قاعد المركة الله معيه وحكى له دعي كرتا أريني ساقا أقارا إنا يا هايد وحكى له دعي كرتا أرين تنكو سابسا إلمها ير إنا أني كانس وركيسا إنا لاقبالين عقود دي سيه شي سيه دي سورا إنا أني أنسحين وأرين مردن بلتش دي ومركا عالي وإسلامي يدي بلو إسلام كيا هايدو أرين لشريعي مركا ما هاين وأحكام أردن بلا شرعيي هي أرين تاسي كتلتا قال رحمه الله فصل في قسمة الفيء على مستحقيه مثلا كانوا يحكوا سابسي قيب انت فيء على قيبية ولا قيبية ذاتك حق أوله غنيمة أيها روصة شاقي كدبنا فيء بكعكسي قاعس ويدين لغنيمة دي فيء بمحيك ليين غنيمته من الغنم بيكتمي بضم الغين والفائدة الحاصلة بلا بذل
faa'iidada qofku uu helo isagoo waxba aan bixin. شرعاً غنيمه وما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب ووحي قال الدقال لقى قاط لقى قبصده حولا أي غنيمة لإرادة هذا فرد لقى شقيسي يقاديد كلابا الفيء لغة عربية مركة لقى فاء أبو كيم ومعنيد ويهي رجع شرعا وكل ما أخذ من الكفار من غير قتال وحولك استاء مسلمين توي قال هذا كهلان ويك قاتان دقال الآن سيدا ويارق قحين ويبقين ويكياعين يدو عدبان إلا دقال من غريم لما أورانيا فيبا لورانيا وحالا ميدا الجزية قبير كلاق قاضا قال هذا سيقون وافي الخراج ودولك مركا قالدو اي دقينا لقبصدي وحيك صباح الاموال التي يموت عنها من لا وارث له من اهل الذمه متقال بعض انتو عد حشبها اللهين والنصب يورق منا الله قرر ما يادون ما اما ددكي سوى وضع مسلمين ودحل ما يان حليسا وفيبا لورانيا مد مسلمة هانتي ريبا ردوبو دين تكبحي دبيتنا ودين تي اموال الدلي عيد بحل اسامة شرتو ويسكو الدينيهين حولي سوا في حولها قالها دقالان لقا قهلي عشر تجارتهم قالها قنع سيقودة طور ميلو ميلبا لقا قادة كسين وافي كافي قمحون نغضي وكل مال أخذه المسلمون من الكفار من غير قتال وحولك استاء مسلمين تقال هذا يكقب صدان يكقاتان دقال الآن يا في الأرانية غنيمتنا وحولي دقالك لك يكقب صدان حق أحكامتنا وحبيكو كل الدوينيين مركا في قياله والله سينيا ماذا بكو حويا أنه يخمص حولها دقال الآن تقال هذا لك يكقب صدان شن ميلود بالو قيبينيا شن تا ميلود ميل وحلصينيا عدي غنيمة دا قادن شرتي هوراي نو سو مرتي افر ميلود با سو هاري سو ماها افر تا ميلود سو هاري نبيغا عليه الصلاة والسلام اسك الله انتو نولا خمس خمس الغنيمة نكو درسنيي أي النبي عليه الصلاة والسلام يسوع إلى إصابة وقد جاءنا قالدو مسلمين تكب قذاني كارج الجحان ونصرت بالرعب مسيرة شهر كذي رسولك عليه الصلاة والسلام إلى يقجر جاري وصاف بالله صعد قالدو مركانو ترين سيارج الجحان وعي بقذان ويا رسولك عليه الصلاة والسلام مركو دنتي كدب حوله فيجا فرتي ملاد فيجا يا إسكاله قولك أظهر كوح حوق بدن في المذهب وحلي وللمرتزقة مرتزقة أعداد مقاشة كتب تفقية وحويا الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في الديوان وعيدا كدولة دعي قرطي ولد إسلامكم الديوان ك يا ليسك عيد النمل الجلي وحكسه رجدا المتطوعة وعيدا كهذا الله يقانو عيدا ككيد كع القوات الاحتياطية وحيرادان عيدا رسمية معها مرك الله بعضهم باو توبرين مرك الله بعضا يوم بلا رسوا كع كوا مرتزق قال مرة متطوعة لنا كم متطوعة دوم الله يجو فيك حكم الله وحقادنا يا بعد النبي عليه الصلاة والسلام المرتزقة وعيدا كالرسمي قيد ديوان قشن وحشر دواهون إنه مسلم يهي قانقار يهي مير قبو حر يهي عفماد قبو دي مدقال وحكتر كرا إنه يهي
marka maxay nuri faygi shan meelood baa loo qaybinayaa meel waxa iska leh qoladii qaniimada lahayd afarta kalena nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu noolaa isagaa lahaa markuu dhintayna ciidanka jihaadaya ayaa la siinayaa ayaa ciidanka rasmiga ee diiwaan gashan wayuqsamu waa la qaybinaya buu yihi maalulfay fay waxaa loogu bixiyey dee min arujuuc buu ka yimi oo liannahu rajaca in alkufaar ilaa mustaxiqiin xoolaha sidoodaba waxaa xaq u leh dadka ilaahay keliyeynaya caabudaya ilaahay addeecaya ila ilaahay wuxuu nicmadan u bixiyey in lagu caabude marka marka iyaga laga qabsaday waxay ka dhigan tahay cid xaqdarro ku haysatay xoolahaasi inay ka soo noqdeen oo dadkii xaqa lahaa inay usoo noqdeen wayuqsam waa la qaybinaya wuhi maalulfay fayga xoolihiis waa la qaybinaya xoolii dagaalla-aanta gaalada lagaga qabsaday calaa khamsi firaq shan qaybood baa loo qaybinaya khumusuhu shantaa meelood meel ka midi calaaman ciddii baa lagu celinaya yuraddu calaaman waxaa lagu celinaya la siinayaa ciddii yufaraqu calayhim iyaga loo qaybinayay khumusu lghaniima ghaniimada khumuskeeda ghaniimada bal dib ugu noqo ghaniimada marka shan meelood laga dhigo afar meelood waxaa iska lahaa ciidankii dagaalka ka qayb galay meesha shanaadna ya nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa fuqarada ibnu sabiilka agoonta soo maaha marka faygii marka shan meelood loo qaybiyo meel waxaa la siinayaa qolada khumusu lghaniima la siin jiray wayuctaa arbacatu akhmaasihi shan marka loo qaybiyo afarta meelood ee kale waxaa la siinayaa lilmuqaatilati ciidanka dagaalama ciidanka rasmiga ah wa fii masaalixi lmuslimiinana waa lagu bixinayaa danaha muslimiintana waa lagu bixinayaa markaas waa qiil weeye nebiga calayhi isalatu wasalaam dabadii in masaalixdii danaha guud lagu bixinayo laakiin muctamadku waxa weeye saynu sheegnay in ciidanka rasmigae diiwaan gasho la siinayo markuu nebigu dhintay dabadi wa sharaa'iطu wujuubi اljizyati jizye waajibitaankeed waajibitaanka shuruuddiisu khamsu khisaalin weeye waa shan qodob albuluuqu qaangaadho qof qaangaadhun baa jizye laga qaadi karaa walcaqlu miirqab walxuriyatu xornimo addoon waxba laga qaadi maayo isagaaba xoolaa wadhukuuratu labnimo dumarka gaalada jizye lagama qaadayo wa an yakuuna baa shardiya inuu ahaado qofka jizyada laga qaadaya in ahlulkitaab ahlulkitaabka mid ka mida kuwii kitaabka la siiyey oo yuhuudi waa inuu noqdo ama kiristaan aw man ama mid waa inuu noqdo lahu shubhatu kitaabin kitaab shubhadii mid leh oo hadda yaanu kitaab baa haysanee la yidhi beri buu kitaab haysan jiray waxaa loo yaqaano jizyadu waa xoolaha laga qaado gaalada ama kufaarta heshiis lagula galay inay muslimiinta ku hoos noolaadaan oo xuquuqdoodana muslimiintu ay ilaaliyaan naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda intaba in loo dhowro ilaahay baana qur-aan ku sheegay uhi qaatilu aladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhir ilaa uu yidhi xataa yuctuu aljizyata can yadin wahum saagiruun ay yaltazimuuha ilaa ay jizyada bixinayaan iyagoo dullaysan marka yaa la geli kara heshiiska noocaasa xaakimka muslimka ayuun baa la geli karaa ila waa heshiis weyne iyo ciddii isagu hawsha u xil saaro haddaba dadka heshiiskaa lala gelaya ee gaalada ah islaamku gaaladu inay noolaadaan uu ogoliy oo la odhan maayo ilaa dee nebi ciise uu imanayo isagoo shareecada nebi maxamed dhaqan gelinaya la odhan maayo islaama ama waa laydin laynaya taasi ma jirto iyagoo gaala inay noolaadaan baa la ogoliyay ila islaamku in lagu qancaa la rabaa layskuma jujuubee laakiin dee waa inay nidaam ku noolaadaan iyo heshiis ay la galaan dadka muslimiinta ah marka kuwa heshiiskaa lala gelayo xoolaha laga qaadayo shan shardi baa laga rabaa
أفقان قارة وإنو يهي وإنو مير قبو ومد يرون قان قارين إيا مدوالا وحبالك قادي ما أيو وإيو مركة وربين لله يا مبنانا جزيه دانا ديو حلقو إلا لين يهدي قوة صمع مد يرون قان قارين قال بها نقضة إلا الدلامة بنانين مدوالا إلا الدلامة بنانا مدقال كوة يرير دوا بس كحولا با ومر الله على مركة لقب صدو أي أضوام النقونا ينصمع وكذلك كوة الوالة نوى الحكم شرد قال صدحات وحرنمو وإنو قف حرياي وعدون تسيه لك قادم أيو سيد كي سنبيح الأوران مايو لا جزية على مملوك بالك وريا إنو يري عمر بن الخطاب سوى مرفوعا حديث كو صواروري لكن مو أنس حين حديث ضعيف وي ويو مال دم مال با جزية لك قاضي هدون قصقا بحولاي حول جزية لك جزية لك قاضي ماي وحلا حتى كبر حريصا بفك استوى الدوني ما يكسو قنطاي قبير لك قاضي ماي شردك أفراد والذكور والله ابن مدومر كحو لك قادم آيو إلهي رقو كهل مركو لقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر عمر بن الخطاب نوحا كان صحضي أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان قال هذا الجزية كقادة بولي عمر بن الخطاب لكن دومر كي عرورتها كقادنا ابن أبي الشيبي عبد الرزاق وسعيد بن منصور يبا وريه بإسناد صحيح قبلنا مركة عربة دي لما دي لهين يدا ونهى النبي عن قتل النساء والصبيان وانا مال من الأموال وحتى الدليل قد قال لك القصة وقبصة مركي بواتا الدون حولان وقرص شردك الشنات غفك هشيس كان جزيدة عقد الذمة بالإله للق ليان وين نقض أهل الكتاب يهود أما النصارى وين نقضه من الذين أوتوا الكتاب بقول إلهي آيات أساسا كتبت حتى يعطوا الجزية عن يد هم صاغرون أما شبهة كتاب وين وهيستقوا ومجوستي كواسنا عبد الرحمن بن عوف نبي كوريي أنه أخذ الجزية من مجوس هجر رواه البخاري نبيه مجوستي دقنيد ميشا لرادو هجر جزيو كقاضي واحد لرأس صالحان كتاب بين لهان شرين وشبهة كتاب لكن قال هذا عن كتاب نهيسا واح كتاب مركاش بوه ويقنا نهيسا ساكوة أسلام تعابدية قرح دي الضيح حقيق كمرتد كمسلم هان شرين دين تديبه قرن قضيه سيداسو كلاي كو ملحدين تا للكود كا الى جيريتان كي سبب ديدن وحاجه جزيه لك قادم ايغا ان اسلام ان الله يوح كدخيا ما جرو الى يبار فقط المشركين حيث وجدتم عوم كاس ايغو باقي كوين اهل الكتاب كيه مجوستو با لغا ساراي او ايغا لو غول يحي ان اي نولادان جزيه راي بخيان وأقل الجزية الجزية لقى قاضي أنت ويرد دينار ويا في كل حول سنة كستوى هالدينار ويأخذ واحد لقى قاضي من متوسط الحال أنت سواء أنت ويره كحال كيس الرقالة دحدحات وياهي ديناران يبقى لقى قاضي لبى دينار ومن الموسري كما القبان كان أربعة دنانير يبقى لقى قاضي أفر دينار استحباب على وجه الاستحباب سي السنة ما با لوغا قاضي ايو واجب ما دو دحدحاد ياي دقاليس الا بالدينار لقى قاضي هدو ما القبيه انا فري لقى قاضي واجب ما هل دينار با لقى قاضي كرا وانت او يرى لكن وحا السنة دو حال كيس دحدحاد الا با لوغا دغو هدو ما القبيه انا فر دينار لقى قاضي وسند كيبا وحادو يروي لاقادو يرى مركا هشيس كلا عقد الذمة غفك إنه الذمة النقضة مسلمين تميد كوها صنوالو النبات كوها إلال كان نفتي سي مالكي سي عردكي سبوه إلال أنصيح مايو إلا الله هلو شروط أن يلتزموا أحكام المسلمين
أحكامته مسلمين تا وأين يقبلان يعني الدين تا إسلام كأن لو حكم وأين يقبلان جودهان شرط قالوا أنه أن يبذل الجزية وأين الجزية بحيان قال لبضع وأين الشيس قالوا شاقه مركا الشيس قال لك قال لبضع سويري كوح السيد إن الجزية بحيان يعني يعني أحكام تا إسلام كأين يقبلان مؤقتنا لا ما دغي كره شيسكاس مد مديسن لا ما دغي كره واي وخه بدل كيهي اسلامنمده اسلامي لهاين والاسلام لا يؤقت اسلام كون مد لو وقتين كرماها مركا دينار كان ويروا انت اوير waxaa ku soo aroray xadiis Mu'ad ibn Jabal inuu nabigu amray an yaqudo min kulli halimin dinaran aw idlaw min al-mu'afiri inuu ka qaado mid kasto oo qaan gaara hal dinar ama wax u dhigmo oo dhar ah dhar yama laga keen jiray Abu Dawud Tirmidhi wari laakin xadiisku waa dhaif walaadaba waa inqitaac ba sanadkiisa ku jira ولهذا بعض العلماء قاركوا ذي لادين قدر قانو شريعة وايتشان جويسي ما تشري حاكمكم باوحي وارك ايجون اين قاضي كران عليسان كواهين ده مسلمين تروحوا ترية كقاضية ويجوس واحد بنان يشرط عليه من أشر ديو مركو يشيس كلا جل يا حاكم كمسلم كاي الضيافة سوريين اي سوريين مسلم كستو صومرة فضلا ديارات حالات ضيافتها سكتها أما مرتقلين تاس عن مقدار الجزية الجزية قدر كيدي يعني هو واجب ما لكن هو بنانته بل هو مستحب بين هذين إنه أشهر ديوقف كمسلم كصومرة مرتية إني مرتقليان وعمر رضي الله عنه أي سيدة أشهر ديي شرط عليهم ضيافة ثلاثة أيام وارينا مصلحات وكيرتا مسلمين تقاران فقراء صدق احنا لقى قبضين ما يوين النبي قال يدي الضيافة ثلاث وما زاد عليها صدقة أو مكرمة مرتقلين تقفكوا وحقوا لي وصدح مع المر وحي ديارات كاي وإسكاؤون صدقات إيه ماموس حق واجب أولي معه لكن أثر كالضعف با كتيرا أبو عبيد باوليه في كتاب الأموال عبد الله بن عمر العمري بان سنة كيس كتيرة ويتضمن وحكوب سنة يا أبو لعقب الذمة هشيس كا قال هذا مسلمين تكوهو سنولان يلي لقليا أربعة أشياء شياء الأفر أبو كوب سنة وهشيس كو وحنا إيقو كوة كبيرية وحنا الدولة دي إسلام كهشيس كا إيقا لقى شيء كوة كبيرية وحبا حق إياغا اللوغو يالانا يا إياغون وحبا حق إيالانا يا أرنغا كوباد يشيس كاسو كوبسانا يوان يؤدو الجزية وإن الجزية بحيان ويوحي لغو إلالين ييبا ما الكود يا نفتو يا عرد قود با وليبا الجزية وإن او بحيان سايدو تلمانتي على وجه الصغار والإهانة سايدو اللين كتيرتو وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وحل الربا إن للدرنسية حالات حنيني كتيران وهي تاين كبحان إنه كبحان ويسهل أنت يو إنه شهتان باك حكتا وإسلامان وهذا مسلم قس أكعي ما يسوى إسكفر ليو دول إستاقيا قالكو قالك الجزية بحرية كاسو جيب قعدت قليني أو كسو صاريا صانو وصو فورسان يا مذو حانو فوريريني وفك بقانا يا دوليساني سيدو وحويان قرد أولا على ديو يو قرد أولا على ديني وايا هوان تجري با يا شيسك الوشيق يا إنا يسعوتا عليهم يقا يكسعوتا أحكام الإسلام أحكامة إسلامك أحكامة إسلامك
waa inay aqbalaan sida naf iyo maal iyo cirdi wixii ay wax u geystaan inay magdhabaan muslimiinta oo magdhabaan iyaguna saasoo kale inay isu magdhabaan waxaas inuu waajib yahay iyaguba aaminsan yihiin wixii waxa iyagu aaminsan yihiin inuu xaaraan yahay hadday sameeyaan axkaamta islaamka lagu fulinaya in wax la xadaa inay xaaraantay way aaminsan yihiin hadday wax xadaan sidii muslimku baa loola dhaqmaya gacantii baa laga jarayaa shuruuddii ay lahayd baa lagaga jarayaa hadday zinaystaan axkaamtii zinada lagu oogaya nebiguba calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen rajama zaaniyeyn laba zinaysto yuhuudi iyo yuhuudiyada kii nebigu calayhi salaatu wasalaam dhagaxa ku dilay towraad lafteeda saas ay ku qorayd laakiin hadday khamri cabbaan oo kale lama jeedalinayo waayo ma aaminsanayno inuu xaaraan yahay sida asaxa ah laa yuxaduun waayo gaalnimadii baaba lagu daayee dee wixii kale ee iyagu aaminsan yihiin inuu xalaal u yahayna isna loo qabsan maayo ka fulisaan baa laga rabaa waa inay carabka ka haystaan dadka muslimiinta waxyaabaha shareecada khilaafsan ee iyagu laakiin ay aaminsan yihiin le waa gaale waa inay hoos u dhigtaan oo inay shirkigoodii muujiyaan oo idhaariyaan suuqyada muslimiinta ay ka dhex qayliyaan o dhahdaan in allaha thaalithu thalaatha lagama ogola waxaas iyo inay idhaahdaan nasaaradu ciise waa ina ilaahay ama waa ilaahay iyagu hoos hadday doonayaan ha u yidhaahdaan kufrigooda iyo gaalnimadoodaas laakiin muslimiinta yaanay ka dhex muujinin ama yuhuudi inay idhahdaan cuseyr ibnullah injiil iyo towraad iyo kutubtooda si muuqata uma akhrisan karaan dhulka islaamka dhexdiisa waa mamnuuc hadday sidaas sameeyaan waa la khasiraya waana loo diidaya laakiin heshiiskii buri maayo wuxuu yidhi waa an laa yadkur waa inaanay sheegin diin alislaami diinta islaamka ilaa bikhayri khayr meel wax kale waa inaanay ku sheegin hadday diinta islaamka caayaan heshiiska waa ka buraya waa laa yafcal waa inaanay samayn maa shay shaygaasoo fii isaga uu ku jiro dararun dhib cala almuslimiina muslimiinta dhib ku ah oo haddee ay gaalnimo muslimiinta ugu yeedhaan oo kale dee heshiiskooda wuu jabaya ama ay muslimiintii basaasayaan tusaale ahaan ay jaasuusaan wayu'khadu buu yidhi waxaa lagu kalifayaa yukallafu wayu'khaduuna yukallafuuna waxaa lagu kalifayaa bilubsi lkhiyaari dharka ay xidhan yihiin maro ka duwan oo ka midab duwan inay ku dul sameeyaan hadduu khamiis xidha cad waxaa la odhanayaa meelaha waxaad kaga toshaa meelaha muuqda maro kale oo yalowa huruuda ama madow oo calaamad lagu garanayo waxaan inuu yuhuudiyi muslimiinta ku hoos nool ama inuu yahay kiristaan oo yaman iminka magaalo dhan baa jirta la dhahaa rayda sanca waqooyiga ka xigtay oo yuhuud baa degeleed inkastoo in badan oo ka midii falastiin ay u qaxeen oo xaggaa ay tageen yuhuudiga wax calaamad lagu gartaa jirta markuu yaman joogo oo nin boqor oo yaman ka talin jiray baa arintaasi ku waajibiyey waa timaha laba kolmood bay leeyihin oo timaha halkaa halkaa ka laalaada sida kala garanba maysidba khamiis buu xidhan yahay waa yamani caadiya af carabi buu ku hadlayaa calaamada haddii uu iska jari lahaa lama garteen ba inuu yuhuudi yahay marka calaamad lagu garto waa inay yeeshaanoo maradooda maro ka midab duwan oo kale waa in maradooda ay ku dul sameeyaan oo bilubsi lkhiyaar ay bilubsi maa yugaayiru lownuhu lowna libaasihim wax midabkiisu uu ka midab duwan yahay dharka xidhan yihiin wax midabkiisu uu ka duwan yahay midabka dharka xidhan yihiin ayaa lagu kalifayaa inay xidhaan wazunaar wayukallafuna waxaa lagu kalifayaa bilubsi zunaar oo dhexxidhasho inay maro ama suun ama wax la mida dhexda ku xidhaan maraday xidhayeen dusheeda ay ku xidhaan ujeedadu waa maxay kuwan wax ka duwan ba hadday doonayaan ha noqdaane laabudda an yadhara calayhim maa yatamayazuuna bihi can ilmuslimiin wax muslimiinta lagaga garto
oo ka dul muuqda waa inuu jiro kuwani si gaara waajib uma aha wayumnacuuna waxaa loo diidaya min rukuubi alkhayl fardaha inay fuulaan baa loo diidaya fardaha kuwada qaaliga quruxa badan iyo kuwa kalaba fardu iyagaaba quruxaba laakiin dameeraha iyo waxa way iska fuuli karaan كتاب السيد والذبائح والضحايا والأطعمة كتاب مسائل بدن وكل شيء جاي مسألة الكوبات وقار سيجا هي أحكام تيسي مسألة اللبات جورع هي أحكام تيسي مسألة صدحات وضحية هي أحكام تيدا مسألة أفراد حيوانات كحلاشة هي كو حارنتها كو العوني كري كو العوني كريم مركا وحوسو الرئيسيي أحكامه الذبائح أحكام الذبح أحكام الجورعة أيو كوب بلعبة وقارسي قدور طوال وقارسان كرا إلا يوحد وإذا حللتم فاصطادوا أمر كنا وأمر إباح وفكو مركو إحرامي ومبان لو أقولين إنو أقارسادو وحا كلون لو أقولين حرم كدول كحدود حرم كإنو كو أقارسادو ومن قدر وماضي ومن وما وما لو جيداه وغير عاقله وحي لا اود على ذكاتي غور عيسى فذكات غور عيسى في حلقه بو اهانيا عنيهيس يا ولبتي دونتيس ولبدا با وحمره هل بولياش ديق قاده اي مركا لا جرو horo u dhimanayo marka halka cunana waa laga gowrici kara xoolaha dhan geel iyo loo iyo ariba waxa kale lagu sameyn kara dhuntaas in laga mudo labadu waa saxiya laakiin waxay raadaan culimadu geela waxa ku fiican in dhundhow lagu sameeyo dhunta laga mudo ariga iyo kuwan kale loodana dabx in la gowraco halka hadda cunaha laga gowraco laakiin haddii la isweydaariyo neefka ariga xataa dhuuntaasu laga dalooliyo gowraco uu noqonaysa haddii neefkii geela halkaa cunaha caadi looga gowracana gowrac way noqonaysa wuxuu yidhi wamaaka laa yuqdaru an la awoodin calaa dakaati gowricistiisa wuu cararayba ama jar buu ka laalaadaa cunihiisii iyo lamaba gaadhayaba labadiisii dhuuntiisii fadakaatu gowriciisu caqruhu waa dhaawicista la dhaawaco xayu meeshii laga dhaawaco qudira calayhi la awoodo bawdada iyo xagga dabadayaa noqotee yacana dhaawac uu dhinto in lagu sameeyo haddii la doono dee la toogtaba xabad lagu dhufto ama waran lagu rideeyo marka halka wuxuu sheegay xayawaanku horta waa qaybsamaa xagga dambena waa ku sheegi doonaaye wuxuu u qaybsamaa xayawaanun laa yaxilu bidakaatin wabigayri dakaatin xayawaanan xalaal ba ahayn dii la gowriciyo haddaa la gowricinba iyo xayawaanun yaxilu bidakaati xayawaan gowrucu xalaaleeyo haddaan la gowricinna dee bakhti noqonaya هي حيوان يحل بدون ذكاة هي حيوان قورع الآن بحلالة النصوص صعدة صح حيواناتك بيها كنا ولا هي أي حي وحيا بها كبتشاق ايو وقال ده حيوان كي قورع حلالين هي لا بحا على ضوضي يا لنيا هل كلقى قورع يورتين وشاق صمع عناها مدومت laba xaalood buu yeelanayaayo taarata yuqdaru calaa dakaati mar waxaa la awoodaya in la gowraco halkaa la sheegay laga gowraco wa taarata laa yuqdaru calaa dakaati marna gowriciisii lama awoodo marka haddii gowriciisa la awoodo falaa budda minha in la gowracaa waa laga maarmaan gowracaasi sifadiisana wuu inoo sheegi doonaa
هدي على الجوري عكرين كورا كان الجوري عكريني ويحون نقطة أقعد أما وحن أقعد الحين ودي نيف جيلوت صالحان عرارية ولا وقة بن كرواية أما دبي أما نيف عري ولا وقة بن كرواية لبق جاري كرواية أما عيل بابو كده عيبة أما شرب كلا على هذا هالكل الجوري علاوة لبق جاري كرا حال الصمينة يا جوري عيسى محون قونا يا إلا دعوة الكل قد دعوة إكرار لقد دعوة عيا حديث باتشرا تلمام يا لو طعنت في فخذها أجزاء عنك لكن حديث كسوة ضعيف أبو العشران اللي سرد كيس كتيرا عربي مجهولة الذهبي في الميزان وحول هذا لا يدرى من هو ولا من أبوه فرد عنه حماد بن الصليب سقي أبيه وحي لما قرنيه لهذا من القطاني النووي وضعيفه لكن الحديث كلا تشيره سعين ككتشيره واحد عين نبي عليه الصلاة والسلام غنيم وهلي فند منها بعير نيف قيله غنيمة دي كم يضبع عراري فرد الله قصه قبطنا لمعين فرماه رجل بسهم فحبسه نبا الليب كقنايو كدلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ما يران كان وحي ليين كوا ديده وعرارسة دقاق دور توق تسوي عران وكلي ودوتك وقع عران وقع عرارة فما فعل منها ففعلوا به مثل ذلك وحي كم إذا حولها دوتك وعي نقدان سيدا دور توق تو عرارة القبن كري ويدان سيدا نكاس ويالا يالا توقت دي حبت كله فوق بسم الله قع كغسي دور دين تخلص حبت داسة جورع وع لا بده داسة كوجن ورن فما غلبكم منها فصنعوا بها كذا دي لقبان كريو قاري هالجو أريد فرس هالجو أريد واجب كوين لقبتو عادي لو جورع كدي سكلا لقو قبان كرين إلا توقت مو يعني وإلا توقت وحيري وكمال الذكاة الجورة عندما يسترن كيس أربعة أشياوي أفر شيء مرك الله صمايو جورة عوادا ما يستر مي وحكار سنة متشرو قطع الحلقوم هنقولي قاعد إلا تشرو حلقوم كوا مجر النفس وكان يهود مرته خروجا ودخولا كصواب حدا كان قشق نوله والمريء وقطع المريء هنقولي قعسو كرا شنكو مراءنا وين لتشره ومجرى الطعام والشراب انتضي عبتان كوالو كقلو والودجين لبدا حول المريض وين لتشره ودجانكو وعرقاني في صفحة العنق والبحي ديدو قوار تلبيدا لنعمرة إنه حول المريض بينه أنا عربي ويان اسم لي إنه عربي حول المريض حول المريء به هذا في عربي والله بعض الحديدة مريج هريري سكويال وقولي قرشين كمرو هريراك جيال لا بد أهل بولة أفر تاه دي لا تشرو خلاص جوري عواد ما يستري وبلا خلاف ما يستري ما نفك لو جوري لكن أفر طبعا إلا ترى قور عمي شر دوتر وحلو المجزئ وحق قدية قور عمي نقى قدية منها حالة وأفر تاكم دي شيئان وي أفر طبعا إلا إسرائية والسنة وفي عانت والسنة لما يسكترا لكن الله بكم دي هدير نافكي لغصة بأيو قور عمي صاحب نقرية قطع الحلقوم والمري لبدهم قورين لترى كعادية كعصبة واي واحد لين لبدا مر هدي لا تشارو لبدا حول المرينه ويسك تشرميان ودي هنغوري غنوم بها ريرها كمران سوما سغالب كوي غوير حتى دان غوينا لبداس مر هدي لبدي هنغوري لا تشارو دي نفته هوري وغا بخيسا نيفك لبدا هنغوري تشريستود وا شرط مركا دي لا تشري وايو حتى هدي اي يريس كغا هرسنت هاي نيفكو بختي بو نكونيا اسكا هوبسو كاد جورايسو
waxa kaloo shardiya neefka cinda shaaficiya neefka in marka hore ay naf la sheega waa inay ku jirto. Haddii neef la gowracay oo rafanayo oo kale inuu iska yahayba yaa lama gowracinbe oo naf la sheegaaba aanay ku jirinba, haddii layska daayo in yar kadibba uu iska dhimanayo kaa gowrac waxba ma taraya bay leeyihin. Waaye kaasi waa gowrici. Masalo yar baynu halkaa dadka xusuusina, masaladaas waxay tahay xoolaha marka la gowracayo waxaa waajib ku ah qofka muslimka ahi in uu ilaaliyo xayawaanka iyo mayeeraanka xuquuqdiisa, oonu ku tacadiyin, oonu ku xadgudbin. Waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mar uu ku soo baxay nin midin lisanaya neefkiina qoorta kaga taagan, aturiidu an tumiitaha miitatayn buu yihi nebigu, ma inaad labadishaabaad doonaysa? Neefka in la silciyo looma baahna, oo neefka inta la jiifiyo qoorta lagaga istaago mididii lagu dul liso, xataa in la tuso maaha midida. In neefkii gowraca loogu talagalay la gaajaysiiyo ama la haraadiyo mid bannaan maaha iyaduna. Sida neefka caadiga la dhaqanayo waa in loola dhaqmo gowraca horti. Marka la gowracayana gowraca waa in la wanaajiyo. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi وإذا ذبحتم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إلى أي شيء والبا سفي عن إلا ولدق ما أبو واجبي هذا الدل إنسان عد الكيدة مركا اللي تشيدي شريعة وقوش هاي قاب كدو الدل إنسان وناتشي ودي نفطي عن القص العرد هذا شريعة وتديد دي قفك إلا قبو وحكرا يديد دي مثلدي inta la dilo haddana in la jarjaro la bakhti wareemo. Waidaa dabaxtum faaxsinu dibx, markaad gowracaysaanna xoolihii qaabkaad u gowracaysaan wanaajiya. Marka waxbuu nebigu ka sheego wuxuu ihi waliyuxidda axadukum shafratahu waliyurix dabiixatahu, gowrac wanaagga waxaa ka mid a marka hore midida afayso oo midi markiiba jarayso oo neefkii uga raaxaynaysa ka dhig, midi saawira oo bilaa afa inaad ku kirkirtaa ma banaana. Hada laa yajuus, mid banaan maaha. Neefka in la silciyo lama ogola. Waxyaabaha dhaca hadda waxaa ka mid a ishinka oo kale marka la gowracayo, dadka gowraca qaar badan oo ka midi sida loo gowraca ma yaqaani, naftoodana way dhibaan, geelii iyo markii gowracayaanna way dhibaan, budh bay la dhacaya neefka ilaa la gagabiyo oo uu suuxo maba gowracaan mooji. Hadduu doono naftiiba iyadoo ka baxday oo gagabkaaba kaga baxday bay gowracayaan. Bal ilaahay subxaana wa tacaala u fiirso qaabka sahlan ee uu tilmaamay geela in loo qalo fi suurat alxaj, fadkuru isma allaahi calayha sawaaf, bisinka u qabta sawaaf macnaheedu waa maxay? أي قائمة على ثلاث يدو سدح كتاغن أو لغنا مركا أما إن تشيرينا إلا اللابي كتشيري بالله اللابي يعني في قيلة أساس لين عنو مرغا أكرا حقاننا والو قبانا يا قيبي قي سبا قفكا حقانك كوهايا يا هل قفا دون تكم دون بو باهي لما عرار كرم وقت نفق قيلو تشيري قالك حرو تشيري قصال الله اللابي ma carari karo. Waanan arkaa anigu iyadoo sidaa loo gowracayo, waana wax aad u sahlan in neefkii la eryaday in la bureeyo iyo kadeedkan iyo dhibaatan looma baahnaba. Marka horena way nagu tilmaanay islaamku xuquuqda xayawaanka aad buu ilaaliyay. Waxyaabaha waddankeena ka jira waxaa ka mid a gaadiidka xoolaha lagu raraa, gaadiid noole in lagu qaado loogu talagalay maaha, gaadhiga waaraadka baa laba raar laga dhigaya, khan hoose oo gebigiisuba xidhan xoolihi ku jira xataa hawaana helahayn, iyo khan saro inaan xaraasa inta la saaray isaguna burgowda uu ku hayo halkii laga keenay marka laga soo dhaqaajiyo ilaa u dekedda geeriyo.
ama xariyaha xoolaha lagu xariyo berbero ku yaalla in la u geeriyo. Xariyaha marka la geeyeen waxaa laga yaabaa xanaanadii xooluhu u baahnaayeen inaanay marar badan helin, laakiin waxaa taa ka sii daran. Niman geeljiid la yidhaahdaa baa dekedda jooga, budh meydhan bay sitaan, dhowr boqol oo mitir markaad u jirto markabka lagu rarayo xoolaha ayaad qaa bug demta maqlaysa. Waxaas waa xoolo la garaacayo oo la tumayo. Hada laa yajuus kullo, waa loo naxariisto noolahan. Nicmoolayda ah ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sakhiray. Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in la saaro markabaan xoolo loogu talagelin. Waxaa laga yaabaa muddo inay sii socdaan oo ay gaajoodaan oo xoolihii ay ku dhintaan. Gaadiidkii lagu rarayo waxaa laga yaabaa in intuu qaadayo in ka badan la saaro, deetana cidhiidhiga iyo neefqabatowga inay ku dhintaan. Indhahayga waxaan ku arkay geel laga soo raray meelo fogfog oo xadhka lagu xidho xadhkii ay wada jareen, burucyadaasi ay wada go-an yihiin. Markii laga dejiyey gaadhigii, halkii uu ka kici kari waa neefkii geelaha. Kullu hada laa yajuus. Irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa. Loo naxariista weeye ma yeedhaanka aan hadlahayn dhibka wuu dareemayaa, laakiin ma hadlayo oo ma ashkatadiisa hadal inoogoo muujin karo. Laakiin siyaabo badan ku muuqata ayaa jira. Wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi, al istiyaadu ugaadhsigii baa bannaan, bikulli jaarixatin mid kasta oo kaasiba ah waxtarta ah lagu ugaadhsado. Jaarixadu waa kaasiba, aljarxi bay ka timi oo alkasbu ah, mid kasta oo waxtarta ah oo waxqabata oo mucallamata mid la tababaraya oo min sibaaci albahaa'imi mayeedhaanka dugaagga ah wa jawaarixi ayri iyo shimbiraha kuwooda waxqabta ee dad kale wuxuu tara wuxuu kasba. Marka markuu leeyahy wayajuusu listiyaadu, dee ugaadhsi un inuu ka hadlayo amoodina wuxuu u jeedaa waxa xayawaanka tababaran iyo shimbiraha wixii lagu diro ay qabtaan qabashadooda ku dhinta, qabashadoodaasaa gowrac u noqonaysa. Isagoo nool haddaad soo gaadhana dee waad gowrici, laakiin markaad ku dirtay haddii uu sidaa ku dhinto qabashadaasaa u noqonaysa maxay gowrac. Marka markuu leeyahy wayajuusu listiyaadu bikulli jaarixati mucallamati min sibaaci albahaaim wa jawaarixi ayr, wuxuu ujeedaa akhdu aljaarix almucallama aw ayr yakunu dhabxan lisayd idaa maatat bilakhd, haddii qabashada ay ku dhimato qabashadaasi ayaa gowrac unoqonaysa. ilaahay baa yidhi qul uxila lakum ayibaatu wamaa callamtu min aljawaarixi mukallabiin mukallibiin. Ibnu cabaas wuxuu yidhi aljawaarix waa alkilaabu waatuyuur almucallama wey, wa ayda iyo shimbiraha la tababaray. mukallibiin min atakliib waa iqraa, idinkoo ku diraya weyaan macno. wa sharaa'iu tacliimihaa, oo shardi maxaa waa in la baro soo mucallamo waa inay noqoto soo maaha, in la wax la baray waxaa shardi waa arbacun afar, afar arrimood marka laga helo ayaa xayawaankii lagu ugaadhsanayay ee caddaanaysa inuu yahay mid mucallamo shardigaa laga helay, shardigaa tababarka. an takuuna waa inay noqoto idaa ursilat marka la diro, istarsalat mid dirmayso oo dee amarka qaadanaysa. wa idaa zujirat marka la joojiyo joog la dhaa hoy izajarat, waa inay wixii faraa ka qaadayso ay deyniso joogsanayso. wa idaa qatalat markay disho ugaadhii lagu dirayna, lam taakul waa inaanay cunin minhu, sayidkii waa inaanay waxba ka cunin. wayatakararu dalika, arrinkaas waa inuu soo noqnoqdo minha iyada waa inuu ka soo noqnoqdo, oo hal marun maahee laba jeer ama saddex jeer arrintaas waa inay soo noqnoqoto, ugu yaraan saddex jeer waa inay soo noqnoqoto. markaasaa la ogaanayaa inay caado u noqotay inay tahay mid tababaran. fain cudima, haddii la waaya axadu sharaa'idi shuruuddaa mid ka mid a, lam yaxila xalaal maaha ay maa qatalatu, wixii qabashada ay ku dishaa qabashadeedu gowrac u noqon mayso,
إلا أن يدرك إلا قارم ويان حيا الصقا النول فيدك مركا للجورع ده حوالي كل الجورع ومركا ولم ينقون إياه واضح كافر تشر دواء إلا جهله حديث كعدي بن حاتم با دليل آم السلا ده وقارس قالوا وقارس صدا حيوانات كاس نبي يقول حرم أمسك عليك في كل حقوق بتيقى بشدة كل انطاعن إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله أي جاجة طابرة مركا ديريس وبسن كوقبه فإن أمسك عليك فأدركت حيا فاذبحه هذا أغاردي قبطو إيادو نول أدقاردو قورع وإن أدركت وقد قتلع هذا أدقاردو إساقو الدلي ولم يأكل من وحبان كعننا فكل عن كقبشدة سيبا قورع نقريسا مرادو التوابري معلم وياي بس إن كرادو قبطي مركا ديريسي شردك كلانوا محي ولم يأكل من وينان وحبك عنن هذا عنا وحي تاسي عدين ساين ويساقو قبسني وهذا قان وحبكو قبانهين ها ان شردنا معها وقعدنا وديلي مركو قبانين وداوعو هدو حتى عليس كيسا كدلة صالعان ساس او طوري وريحي اما او كدل فريستي سيدا او كدل ماتو قورع او نقانس انو داوعو ديگو كسي دايا شرد معها وتجوسوا بنان تايبوري ادكاتو قورعي با بنان محاو حلقو قورعي كرا محاينو صارقن ميشا وحلقا قورعيو ايا سيدا وحلقو قورعيو تنوى محي محاو حلقو قورعي كرا وتجوس وحبنان الذكات قورع بابنان بكل ما شيء دمانتي وحلق قورعه ويجرح ضواعيا يعني يجوس الذبح بكل ما لو حد يقطع وحكس طال اف وحكو تشره ها يو حلق قورعه وبنانتي شرط ما انه بر نقضه دغخ بو نكون كرا اف وين له و هو نكون كرا لوح وحقوينيا ايو نكون كرا وحنا حاس كسم يسمون غن كرا أما واحد كلا كسم يسم إلا بالسن إلى جي وحلقو جورع مويان يدو ما بنانا إلى جنا لفور دمينا والله مت النبي يقول فإنه عاد من بوري لف إنه يجيب كسمي يو الظفر عددي مركا لفور دان وحبلقو ما جورع كرا لف كطالة حيوان كي يمت كجودي طار ساسو كلا عدي mid gooday iyo mid ku taala qofkii lahaa midna waxba lagu ma gowrici karo nabigu wuxuu dhimaan harad dam wa dhukra subhanahu wa ta'ala fa kullu ma lam yakun sinnan aw dhufran waxa laala wixii dhiga qulquliyadeed jara halbowlayaashii aan soo sheegney bisinkana loo qabtay cuna laakiin waa inaan waahan ilik ama iddi ama sinnu fa'adhum ilik jamha lagu diiday واللف مركا اللف ورد ما لون قلين وأما الظفر عديد مياه فمود الحبشة تشبب بالكفار باكو تيرو حبشي دا وحكو قورعاته واصلا ناف كينا دا السلعين باكو نقونسا ناف عديد لكو قورعي ولا السلعي صوما لكن حيوان كي طوبرا هدو الكي سكود دي لا ما عديد سكود دي لو يدوا كبح صنطي قف كي بالكن لو تشيدا واتها هلك أمريكا إن كتابكو بس إن كي ما بوصوا هذا القادين سو مركز بس إن كلاقة بتو ويمذهب كوا حوين السنة طاي بس إن كلاقة بتها سو مالي ده يمذهب كوا الكويس سيجين شافعية ونهبين هذا نيف كذا بس إن كلاقة بنا واحد أركانين أقبان إنه حارانية لكن مذهب الشافعي والتصميم ده إلى السنة طاي فذكر اسم الله عليه إيو وذكر اسم الله عليه ده حديث قصار رطيه استحبابه بفائدين السبيلين وحنا ندلي شير الحديث كعائشة عيتري ضدبا نبيك يكتري ضدبا هيل ابن وكينا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا بس إن كم يوقبتين نسأو ما يقبن رسولك ويري عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا إذن كوا بس إن كوقبتوا إسكعونا مركادي واجب تاي واجب كادي إلا inu dhacay la hubsado lagama tageen saasii leeyin laakiin bisinka in aad loo ilaaliyo way madaahib kala qabta hadda bisinka loo qaban inuu xaaran yahay
ظاهرك أدلتنا قرآن يسون بصاص وتصنيع يوح جورعي كره الضبع جورعي عيسو وحلالين يا نافكي وتحل وحا وحلالين إسا وحلالة ذكاة كل مسلم مسلم كست جورعي وكتابي يمد كستوا أهل الكتاب الجورعي ويهودي أما كريستانة وجورعة حلال بين يوح بختي استدى بختي وحرام ولا تحل حلال ما ذكاته مجوسيين مد مجوسي يود بعابد الجورعي ولا وثنين يمد سنة بعابد يمد عن إله بر ما يستنين سيكون ملحدين توكلاء كمسلم كده إلا ما ذكيتم وكيلهيري أهل الكتاب كانوا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعام كان اللي وقمت شيدا راشين كي كلاوح اللي وقمت شيدا ذبايح وذوحي أي الجورعين بان اللي وقمت شيدا مجوس تأياغو أهل المسلم ندى ما أهل الكتاب نماها زينا الدقادي بألامي ذا الدروس كوالي لا باتشرة والدين نصرخان هايستقو سوريا لبنانيا ميلاسي تشوغان تدك غير كودنا المسلمين بودان المها يرق قرات صديق قوري عيسوان صحية تحل ذبيحة السبيل المميز على الصحيح وعلى سوى غلافي كان قرات صن إيو قفك وعلا وحي قوري عان ما صحية سيدة معتمد كهد الله صحيح مسألة المعتمد في المذهب أن ذكاة المجنون والسبي غير المميز صحيحة هذا مدوال أن مدقاته نف وقورعه قورع عيسى سوى حلالين يا مديران قرطسا دو قورعان وحلالين يا وايو قفكي هردين لم يدماها نوع وحي ليين قستيه اي ليين تو ماركا كورن سمالي دو ويسوي ديان سبب توحي تقرن مايين وعيد هذا روح دو ماركا قورع عيد حتى دي حيد ليه دي قورع عيد واصح وقت النبي قال دو ماروح بي قورع عيدين خارو حوريي الضان قالوا كعب إلى هايان وأري الراعي كرتي أي أن نف أري كم إذا حنوس فكسرت مروة وذبحتها نجح عذا شيل عذا أي كلا تبي سو مركز يكون جور عذا فسالم مولاها رسول الله فأجاس لهم أكلها ضد كيل ها الضان تا رسول كويديورا الضان تي وح جور عذا معنا نبي يقول حرس كعنا مركز نجح إحنا نقول جور عي كراء فله دي مديدة الله يسلم مديدة كفي عنه يضمر كوحي أي قورة عام بينه حلالي هاي أي حديث كلاقي قادرية وذكاة الجنين أرشيفك قورة عيسو بذكاة أمه بكو حاصلية هو يدي قورة على قورة وإن وجد حدي الله يلحي يساقو النول وعلوش هو يدي لقاو صار يساقو النول فيذكى ولا قورة عيه قولي دي سالو قورة عيه أرتيف هو يدي كو قورة عن صباد مغل ومسلا دم وهل بالا قورة عي بالا يسا قورة عي يدا كو نعيون با قورة عن قورة يا كياي علوش كو سيدير قورة على بعض مبانا لكن إساقو نول هدي لقصو صارة وين لقورة عي إساقنا نبي قوحو لذكاة الجنين لذكاة أمه حديث كوريي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما قطع وحي إلا ترى من حي من نول لقشرا هو ميت وبختي والله حبات بريدك جوستات والله حبا عبينا قلنا بريدة دواي نقول فلانة بردونا كجوسنا ويسك بوكسنا أما أور بعد كورس كي كجوسات هلي بكان نيف كان ولد كجوسات بختي جي سول حكم يعني إلا الشعورة والنبي قال عليه الصلاة والسلام يري أن وحول رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كما قطع من حي فهو ميت إلا الشعورة رغرتي مويانا المنتفع بها هيد من لغو انتفاع في المفارش وقوغوش اللغو سمايستي والملابيسي ناركي وغيرهما ونافكي ونال رغرتي والاقا قران كراو رغرتي يدو مركو هربا نافيكو مي تيرين ونافكو ديو مركو لغا قوين يوا كانان وكانان دمقان هاين الله أعلم صلى الله على نبينا محمد.